يعني بتأكيد ما تم ذكره في التقرير هو بعض من كل ما تم إنجازه على الأرض فيما يتعلق بقطاع الطاقة كثير والكثير. هنتعرف على جوانب هذا المجهود الذي تم مع الدكتور حافظ السلماوي الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا يا فندم بحضرتك والسادة المشاهدين. طيب يعني ابتدينا في التغطية بتغطيتنا على شاشة التلفزيون المصري بالرجوع بالوضع حتى نتذكر كيف كان الوضع قبل أن تحدث هذه الطفرات فيما يتعلق بالتعامل مع مجال الطاقة سواء الطاقة العادية أو الطاقة الجديدة والمتجددة. لو رجعنا بالزمن ونتذكر كيف كان الوضع في 2013-2014 وازاي كان الناس كان اوقات كتيره كنا بنقف في الناس كانت بتبقى يعني تلجا الى البلكونات والى الشوارع نظرا للانقطاعات المتكرره للكهرباء في المنازل. هو طبعا حضرتك كما ذكر كان الفتره اللي هي من 2011 وامتدت لغايه يمكن 1 مايو 2015 كان في هناك عكس بلد حوالي 6000 ميجا وات. 6000 معناها 20% من اجمالي القدره المركبه في مصر. انتاجنا من البترول انخفض في كنا بننتج 6 مليار قدم مكعب سنه 2011 انخفضنا وصلنا الى 4 مليار قدم مكعب يعني ثلث، وده انعكس على قطاع الكهرباء بالاضافه انعكاسه على الصناعه ايضا والاستثمار. وايضا حصل عندنا مشاكل في امدادات الوقود، وده اللي ظهر في الازمه اللي كانت ظاهره في البنزين والسولار بالنسبه لنا. فكان الازمه عجز في القدرات، عجز في امدادات الوقود، زائد ايضا كان في مشكله في عمليه الصيانات على المحطات نظرا لان العائد من تعريف بيع الكهرباء كان متدني عن التكلفه، فما كانش بنقدر نتكمل الصيانات بصوره كامله، وده سبب في عجز اضافي 1000 ميجا وات. ده كان الوضع وقتها. طيب حينما نقول ان مصر استطاعت ان هي تنتج طاقه من 6000 ميجا وات في 2014 لتحقيق فائض بلغ 13000 ميجا وات في 2020 بعد اضافه نحو 28000 ميجا وات من القدرات الكهربائيه. ماذا تعني هذه الأرقام؟ يعني كيف يمكن أن نترجم هذه الأرقام للمجهود الذي تم على الأرض فيما يتعلق بقطاع الكهرباء؟ لو حبيت أن أترجمها أن إحنا من يوم ما دخلت الكهرباء في مصر في 1896 لغاية سنة 2013 أو 14 بنينا 30000 ميجا وات. تمام. في 5 سنوات من 2014 إلى 2019 بنينا زي ما حضرتك أشرت قرابة 29 لأن 28 و8 فمعناه إن إحنا بنينا قد اللي بنيناه في 120 سنة بنيناه في 5. فده يبين حجم الإنجاز اللي اتأكد. طبعا لما بنتكلم على قدرات إنتاج مش معناها قدرات إنتاج بس، هي قدرات نقل أيضا، قدرات توزيع، فما هياش فقط هي بناء محطات ولكنها بناء شبكات نقل وتوزيع. صحيح. طيب حضرتك يعني لو حبينا نحط المشاهد عن الخريطه، خريطه مصر فيما يتعلق بالتعامل مع الطاقه الجديده والمتجدده، كيف تنظر الى هذه الخريطه وكيف تنظر الى المجهود الذي تم على الارض فيما يتعلق ببناء محطات الرياح، محطات الطاقه الشمسيه، ومستقبل مصر ايضا في الطاقه الخضراء والطاقه الجديده والمتجدده؟ هو طبعا احد الحاجات اللي او الدروس اللي كان تم الاستفاده منها هي فكره ان لا نقع في هذه المشكله مره، وبالتالي تم وضع ما يسمى استراتيجيه الطاقه لمصر 2035 ويجري الان تحديثها ل 2040 بحيث نبقى شايفين دايما 20 سنه لقدام. فبناء على هذا كان ضروره تنويع مصادر الانتاج والاعتماد على مصادر طاقه محليه يمكن انتاجها محليا وغير مؤثره على.
ومن هنا حصل التوجه الكثيف للطاقه المتجدده. كان هذا موجود، ولكن اللي حصل ان التوجه بقى بقوه جدا لهذا الاتجاه بناء على صدر قانون لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجدده، قانون للكهرباء، وكما اشرت الاستراتيجيه تم عمل ما يسمى المخطط الشامل للطاقه المتجدده، ده على المستوى التنظيمي والتحكيمي. بعد كده بقى دخلت المشروعات، صدرت تعريف التغذيه اللي بناء عليها تم بناء البنك مجمع كما اشار التقرير جبل الزيت، ده اللي تم، وما بين جبل الزيت والزعفرانه تم بناء ايضا مجموعات استثمارات عن طريق قطاع خاص، وده رؤيه ايضا لتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المكان لان ده في توسع. يمكن اخر حاجه الشهر الماضي تم توقيع عقد ب 10,000 ميجا وات من طاقه الرياح مع شركتين مصريتين وشركه اماراتيه في تحالف مع بعض، ده اخر حاجه يعني، انما في حاجات كتير حصلت ما بين هذا وما حدث الشهر. طب في كلمتين يا دكتور اخيرا، لو حضرتك تصف ما حدث في مجال الطاقه على ارض مصر خلال العشر سنوات الماضيه. ساعات بيطلق بنضع عنوانين سعيد، عنوان من العجز الى الوفره، ده عنوان قد يكون، او اقدر اقول ايضا قصه نجاح. شكرا جزيلا الدكتور حافظ السلماوي الرئيس التنفيذي الاسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، استاذ هندسه الطاقه بجامعه الزقازيق.